يستحق أن يجمعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، بل وزير الأول البرتغالي بيدرو باسوس كويلو. خلال هذه المحادثات أكد الطرفان على العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين، والتي كللت على مدى عقود بمجموعة من اتفاقيات التعاون شملت ميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية. الجانبان تبحث سبل تطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى الاقتصادي. وبداية اللقاءات التي ستتلو مع المسؤولين البرتغاليين كانت نافذة، لأن ناقشنا أولا طبيعة العلاقات المغربية البرتغالية من جهة، وناقشنا عقد اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسي الحكومتين، والتي من المنتظر تنعقد غضون هذا السنة 2012. الإعداد لها كيف سيتم، ما هي التدابير؟ وحنا كنعرفوا ان اليوم لا في اوروبا لا في الجنوب المتوسط المغرب كنشهدوا واحد الوضعيه اقتصاديه متقاربه، فيها صعوبات فيها مشاكل، ولا بد من وضع برامج مشتركه للخروج من هذا الركود الاقتصادي ديال الجهوي. وهذا هو الهم ديالنا حنا والهم ديال الطرف البرتغالي. الوزير الأول البرتغالي أشاد بالتقدم المحرز في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية التي بشرها المغرب، والتي جعلت منه نموذجا يقتدى به في العالم العربي. رئيس الوزراء البرتغالي أشاد بالإصلاحات التي عرفها المغرب أخيرا، واللي أعطته واحد الدور دولي مهم، وأشاد بدور جلالة الملك والسمعة التي يتمتع بها بسبب قيادته لهذه الإصلاحات، اللي هي تعتبر في المنطقة الجنوب المتوسط متميزة. بعد ذلك توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون لقصر بلم، حيث استقبل من طرف رئيس جمهورية البرتغال أنيبال كاباكو سيلبا. وتعد هذه الزيارة التي تترجم الأهمية المتزايدة التي توليها الرباط للتعاون السياسي والاقتصادي مع لشبونة، المحطة الثالثة في جولة ستقود رئيس الدبلوماسية المغربية إلى عواصم أخرى بالمنطقة. إعلانات مشتركة لتعزيز آفاق التعاون وإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية بين الرباط والشبونة، اللذين تربطهما منذ سنة 94 900 و1000، معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الأولى من نوعها.
عليها التي وقعها البرتغال مع بلد مغربي. ما لشبونا حورية بوطيب وعبد الهادي